نجدد التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. نتيجة طيبة جدا في ظل أجواء صعبة كالعادة، تحضير كالعادة أكثر من رائع على المستوى الإداري والتنظيمي والفني. لعيبة رجالة قدرت إن هي تخرج بالمباراة بنتيجة 0-0، لكن في أمور كثيرة جدا أكيد هنتكلم فيها مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة. برحب بيك كابتن خالد. أعتقد نتيجة طيبة، لكن مباراة العودة أكيد ليها حسابات كثيرة جدا، حسابات عديدة على المستوى الإداري، على مستوى الجماهير، مستوى أيضا كمان لعيبة النادي الأهلي. لكن بشكل عام شفت الأجواء إزاي، تحضيرنا كان إزاي؟ أنا عارف إن أنت كنت قافل على الفرقة مع كل اللعيبه عشان نطلع بالصوره اللي احنا طلعنا بيها النهارده. حابب تقول يا كابتن خالد بعد المباراه الاولى؟ والله الحمد لله طبعا على كل شيء. المباراه طبعا الشوط الاول انتهى، فاضل الشوط الثاني في القاهره، وان شاء الله هيبقى وسط جماهيرنا وسط ملعبنا، واتمنى ان شاء الله نشوف انا عرفت ان التذاكر كلها اتباعت، وان شاء الله نشوف يعني الاستاد مقفول، لان ده هيبقى حافز بالنسبه لنا كويس جدا للعيبه، وان شاء الله نقدر ناخد البطوله. احنا اشتغلنا والجيم كان ممكن في الاخر ان احنا نقدر نخطف جول. الجهاز الفني اشتغل بشكل كويس وحضر للمباراه بشكل محترم جدا، والحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. كان نفسنا ان احنا نعمل نتيجه احسن وان احنا نرجع القاهره واحنا كسبانين، انما الحمد لله لسه عندنا شوط تاني في القاهره، ان شاء الله نقدر ان احنا نكسب ان شاء الله. كالعاده الحقيقه بيبقى وجود الكابتن محمود الخطيب في المباريات الحاسمه قيمه كبيره جدا، ما بيتكلمش لكن نظراته بتوصل لعيبه، كلماته البسيطه مردوده. انت خبره كبيره كابتن خالد ولمست هذا الامر، الامر ده بيمثل لك ايه كمدير كل نادي الاهلي وبيمثل لعيبه يا كابتن خالد؟ لا طبعا ده الكابتن محمود الخطيب، يعني وجوده طبعا بيدينا كلنا راحه، يعني انت بتشتغل وانت مرتاح، وانت بتشتغل وانت ويعني مأمنك وبيطمنك وبيقول لك اشتغل انا معاك وفي ظهرك، واللعيبه كلها بتبقى حاسه ان هي الكابتن موجود معاها، يعني بيعملوا الف حساب طبعا دي، وان هو طبعا يعني اللعيبه كمان ما تبقاش عايزه تزعل الكابتن، يعني دي نقطه مهمه جدا، بيبقوا خايفين على زعله وخايفين ان هو يبقى مش مبسوط، خايفين ان هو يبقى متضايق، فدي حاجات بتخلي اللعيبه كمان تبقى عندها حافز اكتر. طبعا نفسها تكسب ونفسها تعمل حاجه كويسه، والجماهير دايما بتطالب لعيبه النادي الاهلي ان هي تكسب وان هي تبقى دايما على طول نمره، ما تعرفش غير نمره واحد، وده طبعا بيبقى حافز قوي جدا. فلما بيكون بقى كابتن محمود الخطيب نفسه موجود معاك، فطبعا دي حاجه بتبقى حافز قوي جدا للعيبه، كل ما يروح حتى بيلاقوا الكابتن موجود معاهم، فده حاجه بتبقى كويسه جدا طبعا ليهم ولينا. في اجتهادات كتير جدا من دلوقتي لغايه لما نرجع القاهره على علي معلول، حبيت تقول على علي معلول يا رب ان شاء الله تطلع اصابه بسيطه، لكن حابب تقول يا كابتن خالد؟ طبعا علي نجم كبير، لعيب مش صغير، لعيب كبير، ونتمنى له طبعا ان يعني الاصابه تبقى بسيطه. طبعا انا ما اقدرش اقول اصابه تصريح دلوقتي، لازم اطمن عليه ولازم يبقى فيه اشاعه ولازم يبقى فيه كذا اشاعه ونطمن قبل ما ناخد اي اجراء في اي حاجه وقبل ما نقول اي حاجه، واكيد لما يعني يبقى في حاجه واضحه هنقول لوسائل الاعلام على الاصابه بتاعه الكابتن علي. انما دلوقتي مش عايزين اجتهادات، مش عايزين اي حاجه، يعني ده لعيب كبير، ما ينفعش ان احنا يعني نبتدي نقول اي حاجه على اي اصابه، الناس كلها تبتدي تفترض حاجات، احنا هنعمله اشاعه على طول وان شاء الله يبقى حاجه بسيطه. كلمه اخيره لكل اللعيبه، مطلوب منهم ايه المباراه القادمه؟ لها حسابات مختلفه كثيره جدا يا كابتن خالد. والله جمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي عارفين ان احنا هدفنا واحد، احنا كلنا بنشتغل على رقم واحد، وان شاء الله محتاجين كلنا نتكاتف زي ما احنا كنا قافلين على نفسنا كده الفتره اللي فاتت. اللعيبه كلها يعني كانت مركزه بشكل كويس جدا، وكل الناس نسيت كلمه انا وبقينا احنا، وده هو ده النادي الاهلي واللي احنا متعودين عليه، ان احنا فيش انا خالص، في احنا، وبنتكلم دايما بصفه الجماعه، مش احنا بقى بنتكلم بقى بصفه الجماعه، لعيبه وجهاز ومجلس اداره وجمهور، ان احنا ان شاء الله كلنا نقدر ناخد البطوله دي لان هي مهمه جدا بالنسبه لنا. شوط اول انتهى ومحتاجين دعم كل جمهور النادي الاهلي في الشوط الثاني. شكرا ربنا يخليك. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن خالد بيب مدير الكره بالنادي الاهلي، والشكر موصول لكل لعيبتنا وكل لعيب النادي الاهلي على الجهد المبذول. منتظرين بقى جمهورنا في مباراه العوده، انا عارف يمكن اكيد في تحضيرات كثيره جدا على المستوى الفني زي ما قلنا، على المستوى الاداري بالنسبه للكابتن خالد بيب وكل لعيب النادي الاهلي، لكن اللي يهمنا الحقيقه ان احنا نطمن عليه معلول ان شاء الله باذن الله تكون اصابه بسيطه، يوصل القاهره بمشيئه الله ويتم الفحص الطبي والاشعاعات. يا رب ان شاء الله عليه تكون اصابه بسيطه وتشارك مع كل فريق النادي الاهلي في البطوله رقم 12، ويا رب البطوله رقم 12 ترفع في القاهره. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد.